ومش عارفين نستفيد من الفوائد بتاعته. ليه بقى؟ ايه الغلطات؟ يعني اول حاجه خالص احنا بنشرب الشاي ده ايه بالظبط؟ يعني في ناس بتحب تشربه كشري وفي ناس بتحب تشربه مغلي. بتحبي انهي؟ المغلي اللي هو ايه معروف. بيغلوه، بيحطوا الشاي ويحطوا الميه ويغلي على النار على البراد. اه ده بيبقى يعني صعيدي اكتر. ايوه شاي صعيدي بالظبط كده. وفي ناس بتحبه كده حتى، مش شرط صعيدي. لا انا بحبه فتله الحقيقه، اللي هي الخفيف جاست، بتحطي الميه. ده اسمه الكشري. ده كشري؟ لا الكشري اللي هو بيبقى مفكوك، الشاي من غير مفكوك. فتله بالظبط كده، اللي هو بيتحط وبيتحط عليه الشاي وخلاص. ده افضل حاجه. تمام، وتبقى اول فتله اللي احنا بنحطها دي مش مشكله قوي. هي ده افضل من المغلي. المغلي بيخلي اول الشاي من كتر الغلي بتاعه بيفقد الخواص المفيده فيه، اللي هي المواد المضاده للاكسده. تمام، بتتكسر كمان، الفيتامينات بتتكسر. ده بيساعد على رفع حاجه اسمها نيتريك اسيد، وده بيؤدي اللي هو بيعرفه بيخلي فيه بيتداخل مع امتصاص الحديد، فبيقلل امتصاص الحديد. تمام، فيؤدي للانيميا لما نشرب ده. رابع حاجه كمان ان هو شرب الشاي المغلي فتره طويله بيؤدي للامساك، اضطرابات في الجهاز الهضمي. علشان التركيز بتاع كمان الكافيين اعلى في المغلي عن اللي هو الكشري. طب في ناس بتعمل بقى بمزاج، تحطه على سبرتايه صغيره او حطب على خشب او على رمله سخنه ويحطه وعلى الهادي بقى. ده حلو، حراره واطيه، مفيش مشكله. لا مفيش مشكله منه، فاهمين؟ بس هي الفكره اللي هو يغلي على النار كتير فتره طويله، دي المشكله. مضر. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا بنعمله برده غلط، أو بعد الأكل على طول. شاطرة كده، بعد الأكل على طول نحبس بكوباية شاي. مهما نقول احنا مش بنحبس، احنا بنبوظ بكوباية الشاي. مهما نقول ان ده بيؤدي لحدوث الأنيميا علشان بيقلل امتصاص الحديد، مفيش حد، في ناس ما تقدرش تاكل، بتبقى الشاي معمول اوريدي بيشربوه. لا يعني تالت حاجة برضو بنعملها، بنشرب شاي. في ناس بتحب تشرب الشاي على الريق بيور كده، اللي هو الشاي سايدة خالص على الريق، يعمل لنا مشاكل بقى في الجهاز الهضمي سواء حموضة أو إمساك أو غيره. تمام، فهي دي الثلاث حاجات احنا بنعملهم اصلا بيبوظوا مفعول الشاي اللي هو طيب التركي بقى، اللي هو بيبقوا برادين فوق بعض، فوق بيبقى الشاي لوحده وشويه ميه قليله قوي، وتحت بيبقى ميه سخنه مغليه والبخار، يعني اللي فوق ده بيستوي على البخار، بيسموه بيتخمر على البخار بتاع الميه اللي تحت. هو اي تعريض للشاي فتره طويله لدرجه حراره او كده ما يفضلش، حتى لو من بخار بالظبط ما يفضلش خالص. الصح ان احنا نحط الشاي ونحط الميه، وكمان نحط بعديها كده نغطي كوبايه الشاي، ده افضل كتير. تمام، يعني لما نغطيها بحاجه هتبقى كل بقى الفيتامينات والانتي اوكسيدنت، مواد مضاده للاكسده، الحاجات اللي هي مفيده دي كلها هتترسب، تبقى موجوده جوه كوبايه الشاي، بتستفيد بالفوائد بتاعته. فاهماني؟ لكن ان احنا نقوم حاطين بقى نسيبه يغلي فتره طويله، هي دي بتبقى المشكله. طيب دايما يقول لك ما تشربش قهوه على الريق. بالظبط كده، مضر. هل الشاي برضو نفس القصه؟ بالظبط، ما نشربش الشاي على الريق علشان بيعمل حموضه وبيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. لما نشربه كده، نشربه بعد وجبه ساعه ونص، ده افضل ميعاد ان احنا نشرب فيه الشاي. طب لو حطينا عليه لبن ما بقاش على الريق اهو، بقى عليه لبن. بصي هو في ابحاث يعني موجوده بس طبعا ضعيفه. طب بتتكلمي دلوقتي من ورا قلبك. اي عشان انا بحب عشان بيت الشاي بلبن. شاي بلبن. والله مش مدمنه قوي بس يعني بحب الشاي بلبن. بتشربي يعني كم كوبايه في اليوم؟ ممكن اتنين. طب كويس. واحده الصبح وواحده بالليل. مش لا كويس في المعقول. يعني كميه مش اكتر من كده. بس هو الشاي بلبن انا بحس مش قويه قوي ان هي تقول ان احنا ما نشربش شاي بلبن، او ان هو مضر فعلا. نو واي، انت كده هيجرى لك. مش كده يعني، حاجات بسيطه، مش ابحاث قويه قوي ان هي تمنعنا من ان احنا نشرب شاي بلبن. ولو هتشرب كوبايه او كده، مشكله الشاي بلبن الاساسيه كميه اللبن. دي اللي هتزودك. لكن انت لو عايز تشرب كام كوبايه شاي بلبن عشان تزيد في الوزن، اشرب بقى 10 كوبايات شاي بلبن ولا 20 كوبايه شاي بلبن علشان تزيد في الوزن. عشان يبقى الشاي بلبن بيزود الوزن، او ان انت تحط سكر بقى على الشاي بلبن، هو ده اللي هيزودك في الوزن. لكن ان هو يبقى يتشرب كمره او اتنين بكميه اللبن اللي احنا بناخدها في اليوم، مش هيضر حاجه. في ناس تشرب الشاي تقول لك ايه بعد الاكل اشرب شاي اخضر عشان عامله رجيم، وتبقى ضربه فته بقى ولحمه ورز، وتقول لك اشرب شاي اخضر عشان يزود الحرق واخس. الكلام ده صح؟ هو اللي علشان نزود الحرق، فاهماني؟ 1% البيزنس ميتابوليك ريس، عايزين نشرب على الاقل 6 باكيت 6 شاي اخضر. يا خبر ابيض. مشكله الشاي الاخضر ان هو ممكن يعمل هبوط او يعمل مشاكل، فانت مش هتقدر تشرب اصلا الكميه دي. دي حاجه. وحاجه تانية، الناس معتقدين هو اوفر ريتد قوي الشاي الاخضر عامه، يعني الفوائد بتاعته اهتمام بيه عن ان هو الشاي العادي. على فكره الشاي العادي فيه فوائد كتيره جدا. يعني الشاي الاسود فايدته زي الشاي الاخضر؟ مقاربه جدا، مقاربه جدا. الفرق بين الاثنين حاجات بسيطه، انا هقول لك ايه يعني.